شفناكي في حلقة مستضيفة ملحدة وطردتيها في نص الحلقة. لا في آخر الحلقة يعني. لا مش يعني قبل نهاية الحلقة. طردتيها قبل نهاية الحلقة. لو أنا قلت لك دلوقتي قلة الأدب هتترديني ولا لا؟ لا طبعا، ده انت على راسي، انت ضفتي تقولي اللي انت عايزاه. لا انا ما بحبش حد يشتمني. طيب انت كنتي متوقعه ايه يعني؟ برضو كان في جزء كده من الكلام انه طريقه كلام ما عجبتكيش عن الرسول عليه الصلاه والسلام وعن القران الكريم. لما استضفتي ملحده. لا بصي، الحاد يعني انا ما بؤمنش ان في ربنا ومش على الدين، ودول ثلاث ارباع الناس دي بتبقى تعبانه نفسيا، يعني لما بتوديها لسايكايتريست بيطلعوا ان هم عندهم مرض نفسي ما. هي جات لي بالسي في ده ان هي ملحده. هي مش ملحده، هي بتقول ما فيش اسلام، هو في ربنا وفي الكون ده هو اللي خلقه وكل حاجه، ولكن ما فيش اسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ده حد جاي مؤلف القران. ففي فكرة انك لما تقعدي قدام واحد مريض، هي تؤمن بالله ولا تؤمن بالأديان؟ لا تؤمن بالأديان حاجة، وانك برضو تقعدي تقولي. في ناس محترمة جدا وتقولك انا يعني مش بقتنع مثلا، اوكي، بس ما تغلطش في دينك وانت قاعدة. تقولك انت يعني لكم دينكم ولي ديني، انا مش هغلط. زي ما انت مثلا لو انت مسيحية، انا ممكن ما اقتنعش بالمسيحيه، بس ما اقولش المسيحيين كذا قدامك فاستفزك. هي قعدت عملت كده. انت مش عارفه ان معظم الناس دي بيبقى ليها كلام مستفز وبيبقى ليها لا ممكن يقعد يقنعك بوجهه نظره ان الكون مش عارفه حصل ايه، الطبيعه فتعاملت مع مش عارفه ايه فطلعت ايه، لكن ما بيقولكيش النبي صلى الله عليه وسلم مؤلف وان القران ده كاتبينه على مش عارفه ايه. كلام يستفز اي حد بصراحه. يعني كويس قوي ان انا طردتها، ما ضربتهاش يعني. كان ممكن تضربيها. كان ممكن اضربها طبعا. ممكن، لان ده اكبر دليل على فكره على ان انا ببقى ريهام. لان انا في الحياه الطبيعيه انا ما احبش حد يجي عليا. طلعتي على الهواء بعد الحادث بتاع التراس الزمالك بتاع نادي الدفاع، وقلتي الحقيقه كلام يعني بعضه مؤثر جدا، وانسحبتي من على الهواء حدادا. ناس كتير قوي علقت قالت انه يعني كانت ما تطلعش خالص حداد، أو تطلع تقول جملة واحدة من اللي قالتهم، اللي هي كانت جملة مهمة جدا. قلتي إنه أنا ابني زملكاوي وبيشجع الزمالك وبيحضر ماتشات، وكان ممكن وكان رايح الماتش، وكان ممكن النهاردة أكون أنا زي أي أم ابنها راح الماتش. طبعا ربنا يحفظه يا رب، هو وكل الشباب راح الماتش ومرجعش، فساعتها أنا ما كنتش هبقى موجودة هنا النهاردة، فانا مش المفروض اكون موجوده هنا النهارده. ناس كتير قوي علقت قالت لو هي عايزه تقول رساله وتمشي ليه ما قالتش الجمله دي ومشيت؟ يعني ليه قعدت اتكلم 10 دقائق على الهوا وامشي حدادا؟ لا اتكلمت، شرحت اللي انا موقفي ومشيت فعلا. الحلقه بتبقى 3 ساعات الا تلت، منهم تقريبا 25 دقيقه مقدمه منك للكاميرا مباشره، ومنهم ساعه وتلت اعلانات. ومنهم ساعه وتلت اعلانات. ده المهم عندك؟ لا ده المهم، ده الدليل على النجاح. زي بالظبط ما انت جايبه ستارز كبار في برنامجك عشان تجيبي اعلانات. لا مش عشان اجيب اعلانات، انا مش هاخد حاجه من الاعلانات، انا عشان يهمني حياه الناس المتميزه والمختلفه. كانتش قناه تشتري البرنامج. لا اشترت برامج قبل كده من غير ستارز خالص. مين اللي اشترى؟ دريم اشترت، والقاهره والناس اشترت، واو اس ان اشترت، والنهار اشترت، كلهم قنوات اشتروا برامج. مين بيشتري حاجه من غير نجوم؟ سوبر ستارز. هو مين في برنامج النهارده كده؟ قولي لي، في مصر مليان كده نجوم. كل البرامج. انهي برامج فيهم؟ لا كل البرامج اللي بتتكلفه، مش ممكن تكوني مكلفه برنامج وبتبيعيه ومش ده سوق يعني؟ مش حد بيخسر. هو يعني لكل شخص طبعا يعني تفكيره وحساباته. عشان كده انت ضفتي تفكير وحسابات منى دلوقتي. انت عملتي كام برنامج؟ انت هتقعديني بقى؟ طب ما خديني في حلقه عندك، استضيفيني عندك. انا بس استضيفيني عندك والله، واساليني براحتك من الصبح. هتبسط جدا. مش متضايقه خالص. طب ما ليه متضايقه؟ ليه هجوميه؟ لا خالص. انا بسالك خالص. انت عملتي كام برنامج؟ انا عملت 3 برامج، ده الرابع منهم. اول برنامجين كل واحد كان جزئين. طيب خلاص، يعني قصدي اقول لما تيجي تعملي برامج، المفروض ان الواحد هيسال مين اللي بيعمل البرنامج. يا المذيع. انا موافقه جدا على الكلام ده. يا النجوم بتبيع. انا موافقه جدا على الكلام ده. مفيش حد هياخد برنامج يعني شفقه. انا بس ما بوافقش انه هو في المطلق
نسب المشاهدة. It's business. طيب تعالي خلينا نكمل كلامنا عن البيزنس بتاعك. لا البيزنس مش بتاعي، البيزنس ده في القنوات كلها الخاصة. أيوة طبعا. لا أنا بتكلم معاكي أنت بقى، أنا ماليش دعوة بالقنوات الخاصة. أنا النهاردة ضفتي ريهام سعيد، فأنا النهاردة بتكلم مع ريهام سعيد.